حينما تأبى الشمس إلا أن تبعثر بإشراقتها سحابات الظلام ويهزم عشق الحياة كل ألوان الموت، تقف دار الأوبرا في دمشق متألقة ونافضة غبار كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد منذ سنوات. قدمت مجموعة من الفنانين والممثلين السوريين مساء يوم الثلاثاء عرضاً مسرحياً غنائياً راقصاً بعنوان الطريق إلى الشمس، قدمها الفنان المخرج ممدوح الأطرش على خشبة مسرح الأوبرا، دامجاً بين عدة فنون كان في مقدمتها الغناء والرقص والتمثيل، وصولاً إلى ما يشبه بانوراما تاريخية من حياة ونضال وبطولات البلاد. إذن هو طريق إلى الشمس كاسمه تماماً، يشع بالأمل، بالبطولة، بالحب، وبكل ألوان النقاء الإنساني الذي يبعثر بوجوده كل ألوان القبح والظلام، إذ لا بد للسحب والغمامات مهما تراكمت من أن تنقشع، ولن يليق بدمشق إلا الحياة.